في سياق متصل خلال حضورها في برنامج راس راس. أكدت سعيدة جراش مستشارة رئيس الجمهورية أكدت أن الحوار مع المعتصمين بالكمور مازال متواصل، وأن وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي باش يتوجه اليوم إلى تطاوين للتحاور مع المحتجين، كما أشارت إلى أن هناك أطراف تحاول توظيف هذه الاحتجاجات بالجهة. ما يلزمش الناس تحاول توهم أنه ما يقع الآن هو مواجهة بين الدولة وجزء من شعبها، بالعكس، والرئيس كان واضح البارح في هذا، وذكر أنه حتى كيف حكى على مشاريع التنمية في الجنوب كما مشروع رجين معتوق بشكل أن يعمم ويكون عنده اللي خلق منها واحة وحاجة أخرى مختلفة تماما، معناها ونريد حتى كيفاش الواحات، كيفاش الطريقة اللي يمكنوا منها الأهالي باش هما يستفادوا منها، وطريقة التعامل معها وكيفاش يكريوها ويدخلوا المداخيل وغيره، وتنجم تنتهي حتى إلى أكثر من ذلك. لكن اللي نعرفه أنا اليوم أنه اليوم السيد عماد حمامي وزير التكوين المهني والتشغيل متوجه إلى تطاوين ليعرض مقترحات على من يمثلون الاحتجاجات، وأن الحوار لم ينقطع، لكن لما ناس وأطراف تحاول أن توظف هذه المرحلة. هذه الأطراف قوى سياسية؟ شوف البيان اللي خرج في 2 ماي بالنسبة لي اختير. علاش اختير؟ لأنه كان واضح فيه، والفقرة قراها رئيس الدولة البارح، كان واضح فيه أنه الناس اللي كتبت البيان هذاك، وإن شاء الله وأرجو وأعتقد لا تمثل كل أو هذا هو السؤال، من قال أنه كاتب البيان يمثلون احتجاجات هذاك تطوين؟ علاش الدولة لم تتصرف بناء على ذلك، بل واصلت الحوار عبر الحكومة وممثلها، لأنه كثير من محتجي الجهة يقول البيان لا يمثلنا، لا نعترف به، ولذلك الحكومة واصلت التفاوض وتحاول أن تجد حلول في حدود الإمكانيات المتوفرة.